قبل لا أدخل في شرح الموضوع، إذا سمحت لأبو خالد أود أن أؤكد على حقيقة مهمة، وهي احترامي وتقديري للزميلين اللي تزاملت معاهم في عدة مجالس، اللي هو الدكتور جمعان الحربش والدكتور وليد الطبطبائي، وأن الأمر ليس كما يحاول البعض تصويره بأنه موضوع موجه ضد أشخاص. أنا بالنسبة لي ويحاسبني رب العالمين ورب الناس قبل الناس عن أي إجراء أتخذه. لو كان خالد علي الغانم وفهد علي الغانم مكان الأخوين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي لاتخذت نفس الإجراءات. لذلك هذه حقيقة مهمة قبل لا أدخل في أي شرح، لأن في البعض يحاول يبين بأن هذا والله انتقام منهم أو هذا انتقام لمواقف سياسية. أنا زاملتهم الأخ وليد الطبطبائي معي بالشعبة البرلمانية وسافر معي، نعم نختلف سياسيا، نعم لنا خطوط، هذا أمر طبيعي، لكن احنا مو جايين ننتقم ولا جايين نؤذي ولا ولا في، يعني احنا بعد هم نخاف الله في الناس، لا يمكن أن يكون. واللي أي منصف يعني أحداث كثيرة تثبتين، أنا صوت في حصانة النواب أنقذتهم بصد، لو أريد الانتقام أو أريد الأضرار لكان موقف في آخر كان ممكن. وسأشرح أن من شهر 7 أول ما طلع حكم التمييز نهائي وبات وفق آراء، سأقول من هو وراء هذه الآراء، أني أسقط العضوية بشكل مباشر.